jermatane urutatu mandarane urutau jiren tu kudate mali teso nisanya ci manu takar ibashan itu kureyara nanu jiren ka. في وقت أبا جفار تطورت مدينة جمة، ولكن مدينة هجرين وهرماتا كانت أكثر تطورا من مدينة جمة، والسبب في ذلك كان أبا جفار يعيش في مدينة هجرين وفيها حوالي 500 بيوت سكنية. وإن هضارة أبا جفار أيضا لها دور بارز في مدينة جمة، وأصبحت الهضارة اليوم معلما للمدينة كفن الغزل والنسيج وصناعة الأواني الفخارية والحديدية والخشبية، واستمرت هذه الصناعات حتى الآن. Ini beramotin abba jifar kope hamma yawa kap. Karena mota asih moti zanzi bar side bar gershkan jeda mukun nano kuda sagal kuda afro kesa kambulsha tore ojin. Wuli turfenya gari kapu tore. Karena moni asih rakani hala kamina ka kope hojetam. Baratani rufan. Baratani rufan nani baratani rufan ku abba jifar if kope hojetan asit. كان أبا جفار لديه حذاء متطور وكان لديه علاقة قوية مع رئيس زنزبار أو تنزانيا حاليا ويسمى السيد بارغيش الذي كان يحكم في عام 1914 حسب التقويم الإثيوبي. وكان أبا جفار يرسل أشخاصا إلى زنزبار ليدرسوا كيفية تصنيع الحذاء ويعودون إلى جمة ويصنعون الحذاء لأبا جفار. وتوجد أنواع مختلفة من هذه الأحذية في المتحف. ماري akafan doman godina jimma ana omana da dakkano antira mut al buda kizar gamu wa hunaka mawqi' musamma omana kanu fi jimma yusna'u fihi sana'at al hadidiyya وكانت محافظة مكة التابعة لجمة يصنع فيها المسامير التي بنيت في قصر أبا جفار وما زالت صناعة المسامير مستمرة حتى الآن. أنيمو أبا بيويو تارا أبا بيويو تارا بايا جديتي جدي أسن أسن برجوت. أنا حفيد من صنع المسمار الذي بني منه قصر أبا جفار ويسمى دينيتشو بونسا يصنع المسمار هنا ويرسل إلى القصر. وقدم أبا جفار حضارة كبيرة استفادت منه البلاد وأصبح نموذجا للعالم. وقاجات من نكون جارة من طمرة وانت بيا لا ترفي ميشا بكاكا اتسوكو فالا وان كان يسافي قرقرور راكنا وان كان أسمان تمشا. انتهى بناء هذا القصر بعد 6 سنوات وهناك أداتين جلبها الملك من الخارج في بناء القصر وهما آلات تقوم بمنع البرق من دخول البيت وكذلك سقف القصر حيث أن جميع المدخلات مصنوعة محليا فمثلا تعرف مدينة جمة في وقت أبا جفار بفن نسج الملابس والأعمال الحديدية والأطعمة التقليدية وصناعة الجلود وغيرها من الفنون وخاصة تعرف مدينة جمة بالقهوة وبالعسل أيضا. وكان أبا جفار يشارك ما يعرفه من التكنولوجيا للآخرين ويقوم بتطبيقه لاستفادة الناس. جلقا ميلي هدافيو من فينج أبار سيساني لامي نيبي كاميتشات سينان نيبسا مالب جنان غافة توك داوانا دا فين توتوريا من أبا جفار آتي ميلي كو جن يات إرغي ياتاني بود أبا جفار نكاان آتي ميلي مال جداني أبا جفار وريتي دالون جداني غافة تاني يرو غافة تاني يذكر التاريخ أن الملك أبا جفار هو من بدأ استخدام الحمام أو المرحاض الحديث للمرة الأولى في إثيوبيا. في يوم من الأيام ذهب أبا جفار لزيارة توت وبعدما أكل الطعام مع الإمبراطور منيليك الثاني قام أبا جفار وقال له الملك إلى أين تذهب ورد له أبا جفار بقول إساقرا باسوفاني بما أريد أن أستخدم المرحاض ولذا فإن الاسم الأمهري سقرا أخذت من اللغة الأرومية ويذكر أن من علم هذا الاسم هو أبا جفار. يا ملكي سنما قدارا فرنجيت لفا كي سمات لفا بداك سرق إثاية توني يعني بولا كوچي سيساني بولا تكسان فيدمان خنتاسي سلي أبا جفار. قال أبا جفار للإمبراطور منيليك مع أنك رجل محترم ويأتي إليك الضيوف من أماكن مختلفة فمن العيب أن تجعلهم يذهبون إلى الغابة لقضاء حاجتهم فأمر بحفر حفرة كمرحاض. ولا يتوقف طيبة أبا جفار بهذا فقط بل ساهم في خدمة المسلمين الإثيوبيين خارج البلاد. مدقليب نجماتني مكت كم فوقي جارسسني موتي جماتنا بكامني
jifar abba gombol jedamani moti jimma senam bekamani jifar abba gombol jedamani waga ibata kokulana madur abba jifar lafabitani makkatecha muka mismara sin feuda wogala mafrate martreza kuma torbata mishani lafabituda gemu abba g plus 1 jarani turanecha namoni muslim ummani muslima itiqar kan dem akabokotecha qabla 112 sana ishtara abba jifar al-ard fi makka li bina'i al-mabna hunak wa kanat al-akhshab wal-musamir tursalu min huna wa bana abba jifar hadha al-mabna fi makka li kay yastariha fihi al-hujjaj al-ithiopiyun walakin fi 1686 lamma hudima al-mabna qudima lahu ta'awid fi makanin fi as-saudiyya al-awwal fi makan yuqalu al-jarwal wa thani fi al-aziziyya واليوم يستريح المسلمون الاثيوبيون هناك عندما يذهبون لاداء الحج والعمره ما نجاروك غاني جلال اسمنا مالي في ان لمتا امتا يا دبي امتا ركتون ارجس من كان يواسي دكو حرار فاب داي ركتا كبلتي كبلين دندو كان مكان لالني اتشرا ادور افوف إن الهدف من بناء البيت هو محبته للدين الإسلامي واهتمامه لشعبه عندما يرى شعبه يتضرر هناك وإن شعبنا عندما يذهب هناك لهدف الحج والعمرة يصاب بضرر كبير ويبيت في الخارج ولا يستطيع أن يستأجر البيت هناك وهذا أجبر الملك أبا جفار أن يبني بيتا في مكة وذلك بعد زيارته مكة قال في نفسه لو بنيت مبنى هنا سأجد الأجر من الله وتمكن من بنائه ولكنه لم يؤدي مناسك الحج لأسباب مختلفة ولا مرة في حياتي حيث أن البعض يقول أن الإمبراطور منيليك منعه ألا يؤدي الحج ولكن بنى هذا المبنى هناك فيقال أنه في المدينة أعطيت له الأرض ولكن لم يبني عليها البيت ولكن المبنى الموجود في مكة رأيته بأم عيني والمبنى جميل جدا وهذا يدل أن أبا جفار يعطي اهتماما كبيرا للدين الإسلامي ويذكر أن هذا الملك لديه ميزة ليس فقط بعماله بل في خلقته أيضا إسا كان يتشال إسا كان ينايلال أبيسا داوتي ساني تيتشال أبا جفار نابتان فول ساني أسكيس إلى الاتر أنا يومك قبولي عندما نرى هذا هذه مرآة وجهه ونفهم من هذا أن الملك كان طويلا جدا وأنا أيضا لا أستطيع أن أصل إليه إيرين نساني متري لما سانتيمتري كود أشاني بل نساني متر توقو ألفات نساني كيلوغرام ربطوكو شنطم بايا قد ربان جفار خنا فرد اللي بيا تركي رافداني فرد أبا جفار وكان أورومو شوا يتعجبون من طوله ويقولون هل ملك أبا جفار ابن الله أم ابن الناس وأصبح هذا القول مثلا وقد تميز الملك أيضا في أخلاقه وجماله وتواضعه وتعامله مع الناس إيرين نساني متري لما سانتي متري كود أشاني بل نساني متر توقو ألفات نساني كيلوغرام ربطوكو شنطم بايا قد ربان جفار كان طوله مترين وسعته متر واحد وخمسة عشر سنتيمتر ووزنه 105 كيلوغرام ولكون أبا جفار ضخما فقد جلب حصانا من تركيا يسمى حصان أبا جفار بموسى وكان يأكل هذا الحصان يوميا علافا كثيرة ودجاجتين مشويتين بالعسل وإن سبب تناوله هذه الكمية الكبيرة من الطعام كي يجعل الحصان يقوى على حمل أبا جفار ولكنه فيما بعد اشترى سيارة نوعيتها تسمى فولكس فاجن من ألمانيا وبعدما جاءت هذه السيارة من ألمانيا إلى فنفني تم جلبها إلى جمة سحبا واستغرق ذلك 3 أشهر وذلك لعدم وجود السائقين في ذلك الوقت وبعد هذا أرسل أبا جفار أشخاصا إلى الخارج ليتعلموا قيادة السيارة ويكونون سائقين لسيارته سرين كونيس سيد برغش كان جدام موتي زانزيبار تيو أبا جفار فيرغيتشا كارو أبي ساني وان بيكنير إساني فيرغيتشا إرغدو فيبورا إرغدو فيبورا كارو أبا جفار سري كانت إسي شافي تجاج لي مالك جنة غبابا وان وهذا السرير أرسل من ملك زانزيبار يسمى السيد برغاش ولكن بعد مجيء السرير لم يستخدم أبا جفار لأن السرير قصير ولا يناسب طوله وأرسل أبا جفار رسالة للسيد برغاش قائلا وصلني السرير الذي أرسلت لي ولكن لا أستخدمه للنوم بل أستخدمه للجلوس وإن الأمر الذي يدعو للعجب عن ملك أبا جفار كان يعرف بمشاركته في أعمال التجارة وغيرها من الأعمال التنموية وكان يريد أن لا يستمر النظام الملكي في شعب أورومو أبا جفار لاتشو والكتاب تلأخنسان فلأتاني ديماترا فكينا مكان أورومو ماساني تلوية أماني واممو أبا جفار نجدامو أبا جفار مكان أورومواتي كان يستخدم أبا جفار النظام الملكي ونظام الحكم الحديث جنبا إلى جنب فمثلا كان يسمى أبا جفار باسم الأورومو أبا تلو وأبا ديما وأبا جفار وكلهم أسماء أورومية سبيشالي من جمة تلقيت كينج دامي جمة موتهم ما جمة تيوستيبتو جمة راكاتا سربوميرا
sarburra kaate asandabo miti kana asandaburra kaate sukuru ka jira mebi mo kana anu sambi atsi chani abangi bar yoga ma chani wargitera mal jennan yoga fatuna ma ay lafti kuni توجد في منطقة جما مدن صغيرة تسمى سربو وبعدها أسندابو وتليها سكرو. سمي سكرو بنوع الشجر الذي يوجد في هذا المكان. وبعدها توجد مدينة تسمى والكتئ وتعني المتساوي. وكان أبا جفار عندما يذهب إلى مدينة فنفني يبيت فيها لأنها توجد وسطا بين جما ومدينة فنفني وسماها والكتئ. وفي ذلك الوقت كان يمشي بالحصان وواصل سيره، ولما وصل إلى مكان ما وسمع من الأشخاص يقولون أسقرا باللغة الأرمية بمعنى تعالوا هنا، سمى هذا المكان باسم أسقرا. وكان أبا جفار رجلا محبوبا ومشهورا، حيث أن الأماكن التي يمر بها أبا جفار ليصل إلى فنفني كان يسميها بمختلف الأسامي. وليس هذا فحسب، بل هناك مدن في شوا مثل تفكي وجدت التسمية منه. الناس كانوا سندابو كمقاس أسندابو دابو من الجارة كانت أسندابو جرم إن كان أسندابو جرم أسندابو متى أسندابو من الجارة تأتي من دابو من الجارة da bona mato ko na masa da furta ke da bobi ta nan ni wayi ta buje isan namu walgeji mutti akan dabo mana jaru mana cita ta jaru mana sanka رأى أبا جفار عند ذهابه من جما إلى فنفني جماعة يقومون ببناء البيت يسمى باللغة الأرومية دبو، وسأل الجماعة قائلا لمن هذا البيت؟ قالوا له لشخص يسمى حسن، وقال لهم ولذلك أسمي هذا المكان من اليوم حسن دابو وتعرف اليوم بأسن دابو. موتي جما سنام بكامني جفار أبا قنبول جداماني موتي جما سنام بكامني جفار أبا قنبول جداماني. وكان أبا جفار يقوم بجلب مجموعات من الشعوب الإثيوبية الأخرى إلى جمة ويكنيهم بكنية جمة. Full of wisdom سيدي بار. جرى سام في داني السفر سيف. جرى دورا موتوما جمة على ذا. السفر سيسو تايتاس كنو. أبا كروبو. أبا دولا. أما ندرسي ده مو بيك. كان أبا جفار حكيما وكان يأتي بقومية أخرى ويجعلهم يعيشون هنا حتى أنه يعطي السلطة لهم ويأتي بالرقيق هنا وبعدها يجعلهم يحتلون منصب وزارة الدفاع ويطلق عليهم أبا دولا، وهذا الأمر جعل الأرميين يستوعبون الشعوب الأخرى. وكان أبا جفار يقوم بعمل يرفع شأنه وترك آثار للأجيال القادمة وهو على قيد الحياة. وعاش محمد بن داود أو أبا جفار الثاني من عام 1861 إلى 19 من شهر سبتمبر 1934، وقد حكم أبا جفار الثاني جمة لمدة 55 عاما، وذلك بأخذ الخبرة من أبيه واستخدامه ما وهبه الله من الحكمة، وأصبحت أعماله خالدة حتى الآن. أيدي تبي يبي يا جما يا جمتشو يا جمتشو نارا قلبينا ما دتي ما قرستو وانو دما كيستي ويا نتلمينا ما